عاجل، أمريكا تطالب أبي أحمد بالاستقالة والهروب. ننشر لحضراتكم التفاصيل. والأوقاف المصرية تحدد مهلة 10 أيام لجميع مساجد الجمهورية. ننشر التفاصيل. ومستشار الرئيس السيسي يفتح النار على إبراهيم عيسى. ننشر أيضا التفاصيل. وعاجل، ليلة هروب الكبير أبي أحمد من جحيم إثيوبيا. وبيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية للمصريين. ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. وصلونا الأكثر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. والأوقاف المصرية تحدد مهلة 10 أيام لجميع مساجد الجمهورية. وأكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع التبرعات أو مساعدات النقدية أو وضع صناديق للتبرعات في المساجد. جاء ذلك خلال أول فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف في مصر، تحت عنوان تصرفات الحاكم، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أضاف جمع أنه فيما يتعلق بصناديق المال، ربما يتم مع الطرق الصوفية مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد. أصدر وزير الأوقاف قرارا وزاريا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون. كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها. مصدر معانا كامل اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أمريكا تطالب أبي أحمد بالاستقالة والهروب. فيما نشرت أنباء عن إغلاقها، وافقت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على المغادرة الطوعية لموظفي السفارة غير الأساسيين وأفراد أسرهم من إثيوبيا، حيث تتصاعد وتيرة العنف بين الحكومة والمتمردين. أعلنت السفارة أن الاضطرابات قد تؤدي إلى شح في الإمدادات وتصاعد في العنف، وجرت دعوة المواطنين الأمريكيين الذين لن يغادروا إثيوبيا إلى تخزين إمدادات. وقالت مصادر أن أمريكا طالبت أبي أحمد بالاستقالة حفاظا على أرواح الشعب. للمتوقع أن تفرض الحكومة قيودا على خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة والأرضية حال وقوع اشتباكات، ما قد يجعل من الصعب على السفارة التواصل مع رعاياها. من المتوقع أن يجري المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان محادثات أزمة تستمر 2 يوم مع الحكومة الإثيوبية. أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ زي ما حضراتكم عارفين. سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تجري وجيش تحرير أورومو على بلدتي دي سي وكومبلوتشا الرئيستين في طريقهما إلى العاصمة. كما أعلنتا السيطرة على بلدة كيميس التي تبعد 327 كيلومتر إلى الشمال من أديس أبابا. كما أشار التقارير إلى أن المسلحين يحاولون قطع طريق الإمدادات من جيبوتي لأديس أبابا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني نشهد الآن وللأسف نهاية دولة يعني إثيوبيا، يعني بخصوص الحروب اللي بتحدث الآن في إثيوبيا بسبب يعني التلاحم بين فصائل إثيوبيا والتلاحم العرقي. الحرب الأهلية يعني قادرة للأسف، وأنا بقول للأسف، إنها تدمر إثيوبيا. يعني الموضوع مش هينتهي بس بسقوط أبي أحمد، ولكن للأسف
ممكن تستمر هذه الحرب الأهلية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومستشار الرئيس السيسي أفتح النار على إبراهيم عيسى. ورد الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية على تصريح الإعلام إبراهيم عيسى بشأن الصيدلي والقرآن. وعلى حسابه في فيسبوك قال الدكتور أسامة الأزهري: إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة المراجع الخاصة به، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرأه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم. وأضاف: الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف، إخواني يقرأ قرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيري، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا. بالإشارة أن الإعلامي إبراهيم عيسى كان قد أثار جدلا بعد تصريح تساءل فيه قائلا: ليه أدخل أجزخانة بين قوسين صيدلية؟ ألاقي الشاب الصيدلي قاعد يقرأ قرآن من باب أولى يقرأ مرجع أدوية. مصدر معنا كان من أرتي: هذا كان يعني حقيقي يعني بيان ناري ورد ناري من الشيخ أسامة الأزهري، وهو يصف ما قاله إبراهيم عيسى بالتطرف، أنه يعني يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا، فده شيء يعني قوي ويعني مفاجئ من الشيخ أسامة الأزهري. وطبعا يعني الإعلامي إبراهيم عيسى يجب أن يخفف نبرته ضد الإسلام شوية، يعني أنا حاسس أن المفروض يبقى في احترام للدين الإسلامي وأي دين عموما، وده شيء مهم جدا عشان ما يبقاش في مشاكل يعني للإعلامي إبراهيم عيسى. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل ليلة الهروب الكبيرة أبي أحمد من جحيم إثيوبيا. يعتبر الأسبوع الحالي في إثيوبيا حاسما في مصير نظام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. هذا ما كشفت عنه تطورات الصراع الدائرة في إثيوبيا منذ عام بين نظام رئيس الوزراء وتسع جماعات داخلية رافضة للحكم، في مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجري. آخر التطورات أعلن عنها منظمون لإقامة جبهة جديدة في إثيوبيا، حيث قالوا إن قوات تيجري الإثيوبية انضمت إلى جماعات مسلحة ومعارضة أخرى في تحالف ضد رئيس الوزراء أبي أحمد للسعي إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة. يشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد والذي تم في واشنطن قوات تيجري التي تقاتل القوات الإثيوبية وقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيجري وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء إثيوبيا. يتشكل التحالف في الوقت الذي يجتمع فيه المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان مع كبار المسؤولين الحكوميين في أديس أبابا وسط دعوات لوقف إطلاق النار الفوري وإجراء محادثات لإنهاء الحرب التي يعني أودت بحياة الألاف منذ نوفمبر 2020. دعت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والاتحاد الأوروبي بضرورة إيجاد حل سلمي للصراع المسلح القائم في إثيوبيا، فيما دعت دول أخرى رعاياها بسرعة مغادرة إثيوبيا نظرا لحالة الفوضى وسقوط الجيش الإثيوبي في أكثر من منطقة أمام قوات المعارضة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن كوريا الجنوبية والسعودية والكويت يعني أرسلوا رسائل للمواطنين السعوديين والكويتيين والكوريين بسرعة مغادرة إثيوبيا، وذلك بسبب يعني الأيام السوداء اللي دخل عليها إثيوبيا بسبب أبي أحمد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره. قالت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد يشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 28 درجة. أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل لخبر آخر، والبقاء لله، وفاة فنان مصري أثناء إجراء عملية جراحية. وأعلن الفنان المصري أحمد السلكاوي وفاة صديق الفنان أحمد عبد الحي أثناء إجراءه عملية جراحية بمعهد ناصر. وكتب السلكاوي منشورا على حسابه الشخصي في فيسبوك، قال فيه: توفى إلى رحمة الله الفنان أحمد عبد الحي، إن لله وإن إليه راجعون. وكان أحمد السلكاوي طالب من أصدقائه التبرع بالدم لعبد الحي، حيث كتب على فيسبوك: صديقنا الفنان أحمد عبد الحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر، محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري بكرة الساعة 9 الصبح، دعوتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله. والفنان أحمد عبد الحي بدأ مسيرته الفنية في نهاية التسعينات، وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون، وشارك في العديد من الأعمال بأدوار بسيطة. مصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويصبر أهله بإذن الله، اللهم آمين. ننتقل مع بعض الخبر يعني غريب، وفنانة شهيرة تتعرض لمحاولة خطف مرعبة على يد سائق أجرة. روت الفنانة المصرية مي حسن أحداث تعرضها لمحاولة خطف على يد سائق سيارة أجرة تابعة لأحد الشركات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. قالت مي حسن لموقع القاهرة 24: خلال عودتي من أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، ركبت إحدى سيارات الملاك التابعة لشركة خاصة، وحددت موقع شقتي كائنة بمنطقة حدائق أكتوبر، وبدأ السائق في طريقه حتى وصلنا المدينة، وهناك أخذ طريقا مغيرا لما أعرفه من قبل. وأضافت: تفاجأت بالطريق المظلم الخالي من السكان الذي سلكه المتهم، وعند سؤالي إياه قال إنه طريق مختصر، وهو ما يشير إليه تطبيق الهاتف الخاص بالقيادة. ولكن لسابقة عملي بشركة مشابهة لشركته ولإقامتي بالمنطقة قرب 6 أعوام، لم أقتنع بذلك، وطلبت منه العدول عن هذا الطريق وأن يسلك الطريق المعهود، لكنه أبى أن يفعل ذلك قائلا: مش هغير الطريق، وبصراحة أنت حلوة قوي. وتابعت: لم أتمالك نفسي عندما وقعت على مسامعي هذه الجملة، لأبدأ في وصلة صراخ عارمة في وجهه، وتزامن ذلك مع وجود مكالمة هاتفية مع زوجي المقيم بالخارج، مما ألقى الرعب في قلبه لجهله ما يحدث. فلم يعبأ المتهم بصراخي، وزاد من سرعة السيارة بطريقة جنونية، ففتحت باب السيارة وهممت بالقفز منها لخوفي من نيته، لكنه لاحظ ذلك في اللحظة الأخيرة وتوقف بالسيارة. مصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ونشكر ربنا على أنه يعني سترها مع الفنانة مي حسن وما حصلهاش أي مشكلة، وإن شاء الله يعني تقدم كل المعلومات للجهات المختصة عن هذا السائق، لأن سهولة أنك تجيب شخص أو تجيب معلومات شخص من على تطبيق أو من شركة خاصة مثلا زي أوبر وكريم، بيبقى معلومات السائق متسجلة على التطبيق قبل ما تركب الرحلة، تسجل كل المعلومات، اسمه بالكامل ورقم لوحة العربية ولون العربية ونوع العربية، فسهل جدا ان يتم ضبطه، فده شيء مهم عكس يعني سيارة الأجرة، لان ما بتبقاش واخد بالك قوي، لازم تدقق على النمر عشان تعرف الشخص يعني اذا ارتكب اي حاجة، وربنا يبعد عننا وعنكم ان شاء الله اي مشكلة او اي يعني حاجة سيئة بإذن الله عننا وعن أهل بيتنا. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم يعني، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.